مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، مستمعينا الافاضل، اعلنت بدايه وانطلاقه شوطنا الثالث للكار من المسافه للف والخمسمائة متر. هي الرحله المصاحبه لهذا الشوط. ننطلق وياكم مع البدايه الاولى والانطلاق الاول. ارى من تنطلق على المركز الاول الهنوف عبد الله بن راشد بن خليفه الكبيسي، من ينطلق على المركز الاول. وثاني الاسماء تصل التماس ايضا نفس الاسم ونفس الشعار، عبد الله بن راشد بن خليفه الكبيسي. وثالث الاسماء من تغير من الجانب الاخر، ارى هنالك الهوى سعيد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري، من تستلم وتتقدم على الى ثاني المراكز. مشاهدينا الاعزاء، نعود وياكم حيث الانطلاق الاول الى من تنطلق على اول المراكز الهنوف، ولكن حذاري الكبيسي، حذاري من شعار بن دلهم من الجانب الاخر. الهوى تصل في هذه اللحظات، وتصل كذلك تمرود سعيد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري. يا مشاهدين يا متابعين، تنطلق في هذه اللحظات الهوى على المركز الاول، ومن تتحرك الان ولكن 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 تنطلق على المركز الاول، على اول المراكز، على اول التحديات. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الاداء الرائع والفنان، ولكن الوصول والقدوم من الهنوف. يوه 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 يا هذا الصراع، صراع العمالقه يا اخواني يا اخواني. الله 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 الله، غيرت الهنوف في هذه اللحظات، غيرت على اول المراكز. وتاتي الرياح وبما لا تشتهي السفن. خلينا والنماسي ملك الهنوف، من فاجاتنا عند الامتار الاخير عبد الله بن راشد بن خليفه الكبيسي. وثاني الاسماء كانت تمروت، او عفوا الهوى، سعيد بن سالم بن ناصر الهاجري. وثلاث اسماء كانت تمروت، سعيد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري.